عشقت الخيل العربي وتفاصيل جماله، ما دفعها إلى التخصص في زينته واكسسواراته من خلال مصنع يعمل في رشمات جمال الخيل بطابع بحريني وخليجي أصيل. نعم ريم، هدى جناحي سيدة أعمال بحرينية ابتعدت عن المشاريع التقليدية وخاضت المغامرة وسط عالم الخيول عن طريق اللمسة الأنثوية في تزيينها. زميلة شوق العثمان استمعت إلى قصة جناحي وروتها في هذا التقرير. بعيدا عن مساحيق التجميل وعروض الأزياء والكماليات الجمالية التي تجذب المرأة، أدارت سيدة الأعمال هدى جناحي عقلها بعيدا عن الأشياء الاعتيادية وصممت على افتتاح مشروع يختص بالخيل وتخصصت في رشمات جماله. خيول الجمال هي بروحها خيول جميلة، وإن إحنا لازم كنا نطلع شيء ما نغطي على جمال الخيل، كنا بغينا نضيف عليه بس نبرز هالجمال في الخيول العربية. فيات هذه الرشمات اللي ابتدينا نصنعها من كم سنة، وحبيت ان انا اكبر المجال واضيف كل عشان نرضي جميع الاذواق. فابتدينا برشمات الكيبل اللي احنا نسميها، وانتهينا سوينا تشكيلات ثانيه من الطابع العربي مثل هذه الرشمات لتزيين الخيل، حق تصويره، حق المسابقات اللي يدخلون فيها. زائد ان احنا ضفنا بعد اشياء ثانيه حق المصنع اللي هو صناعه السروج العربيه. صنع في البحرين، هذه هي الكلمة التي كانت دافعا لهدى لبدء مسيرتها في مجال الخيل، متغاضية عن الإخفاقات التي مرت بها والصعوبات التي واجهتها كونها أول بحرينية تفتتح متجرا مختصا لمستلزمات الخيل. عشان احنا نوفر كل البضاعة في كل الأوقات وبالأنواع والكميات الهائلة، نحتاج سيولة مو طبيعي. واحنا خلال هذه الفترة اللي احنا اشتغلت فيها مرينا على أكثر من أزمة مرت على، مو بس نقول في الوطن العربي، هالأزمات كانت أزمات عالمية وأثرت علينا، مثل الأزمة المالية من كم سنة. فهذه اللي صادتنا هالمشاكل ما وقفتنا ان احنا نستمر ونعطي. بمهارة وبذكاء استطاعت ان تثبت خطها الفريد وسط عالم الخيل الذي اعتاد الذكور على المغامرة فيه. اي شيء له علاقه بالخيل انا موجوده، سواء انا خيولي تسابق او ان انا ارعي البطولات. فتشوفين لي بصمه في كل رياضه صارت من خلال من اول يوم لنا في مجال الفروسيه. شاركت في سباق الريس، شاركت ان انا في اوقات كانت خيولي تشارك في التحمل. رياضه القفز لها يعني معزه خاصه عندي، كل سنه لازم تكون في بطولات باسمي انا، سواء تكون بطولات تحت اسم الاتحاد الملكي أو بتكون بطولات الأهالي أنا أرعيها. للدرساج، هذه بعد رياضة ترويض الخيل أنا أرعيها، وتكون عادة على الاسطبلات المحلية، فلي بصمة في هذه الرياضة. مزيج عربي بحريني أصيل ينساب برقه على الأحصنة العربية، مؤكدا بذلك عراقة التاريخ البحريني وارتباطه بالخيل، ومسلطا الضوء على ذوق المرأة البحرينية وأهمية اللمسة الأنثوية الخليجية في إزهاء أي شيء. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.